السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of senior 1, النهاردة هنبدأ مع بعض unit 2. هنتكلم فيها عن cell structure and function. تركيب السل ايه هو وايه الفانكشن بتاعت كل structure من اللي موجودين جوه السل. هنبدأ الاول في chapter 1 نتكلم عن السل theory. طيب هو في مقدمة قبل اللسن ده بتتكلم عن الساينتست وكل واحد عمل ايه والاكتشافات بتاعته، بس انا حته الساينتست دي افضل ان انتوا تقروها من البوك، ما فيهاش شرح، مجرد اكتشافات كل واحد باسمه اكتشف ايه. ساعات بيجي لك سؤال واحد في الامتحان عن اسم ساينتست والاكتشاف بتاعه، ده بيكون على شكل مالتيبل تشويسز، فده مش محتاج شرح. احنا هنا هنبدا نتكلم على الاجزاء اللي هي فيها السيل ثيري بعد الاكتشافات بتاعه الديفايسز. طيب نبدأ نتكلم في أول حاجة اللي هي بنقول all living organisms are characterized by common characters. يا ترى ايه الحاجات الصفات المشتركة ما بين كل الكائنات الحية؟ كلهم عندهم process موجودة عشان اقول إن اوصفه ان هو living organism. زي ايه؟ ان هما مثلا they are feeding، بيتغذوا. They are doing respiration. مثلا they are reproducing، بيبدأوا يعملوا عملية التكاثر. ايه تاني ممكن نقول؟ ان هما they can move. يبقى انا عندي common features بوصف بيها living organisms او صفات مشتركة ما بينهم. طيب الحاجة اللي بعدها بنقول ان احنا living organisms دور are classified into two types. unicellular يعني كائنات البادي بتاعها is formed of only one cell، زي في حالة الاميبا، زي في حالة البكتيريا والباراميسيوم. يمكن البكتيريا احنا سمعنا عنها كتير، الاميبا والباراميسيوم دول مايكرو اورجانيزمز، كائنات دقيقه بتكون في حاله الاميبا والباراميسيوم دي بارازيتك، بتحتاج لهوست علشان تدخل وتتغذى منه. طيب النوع الثاني من الليفنج اورجانيزمز مالتي سيلر، هنا كلمه مالتي معناها ماني، يعني معنى كده ان البادي بتاعها از فورمد فروم ماني سيلز. الميني سيلز دي ممكن توصل لميليونز او تريليونز من السيلز، زي في حاله المان وفي حاله التريز. طيب بعد كده بنقول ان احنا ذا سيل is the tiniest building unit، أصغر وحدة بنائية في الـ living organism body هي السل. the tiniest building unit، أصغر وحدة بناء جوه الجسم هي السل. which is capable of carrying out all the life functions، اللي هي عندها المقدرة إنها تقوم بكل الوظائف الحيوية. يبقى معنى كده إن هي السل دي بتعتبر building unit وبتعتبر functional unit، وحدة بناء ووحدة وظيفة. ليه وحدة بناء؟ لأن هي أصغر unit which can form the living organism body. ليه هي وحدة وظيفة؟ لأن it is the smallest part which can carry out the life functions. طيب بعد كده الساينتست بعد ما كانوا اكتشفوا بقى الميكروسكوبس، لان احنا عارفين ان السيل دي is very small، السايز بتاعها بيكون صغير جدا. فبعد الانفنشن اوف مايكروسكوبس، بقى الاختراع بتاع الميكروسكوب وعملية الايفوليوشن اللي مر بيها والتطوير في الديفلوبمنت بتاع الميكروسكوب، بدأ كل ساينتست يكتشف حاجات جديدة او معلومات جديدة عن السيل. ففي الاخر مجموعة الساينتست بالورك بتاعهم اللي هو accumulated work بدأوا في الآخر يوصلوا لconclusion أو فكرة عامة عن السل، وحطوا الفكرة العامة دي في تايتل اسمه سموه الايه السل ثيري أو النظرية الخلوية. طيب السل ثيري دي three main points. أول point فيهم بنقول فيها all living organisms are made up of cells. may be individual or clusters. individual اللي هي يعني تبقى سل واحدة، زي في حالة اليوني سيلولر اللي هو جسمه متكون من سل واحدة، أو in clusters يعني in groups، يبقى معنى كده إن هو زي المالتي سيلولر، يعني مجموعة من السلز مالتي سيلولر organisms. يبقى ده أول point. السكند point بتقول ان السيلز دي are the basic functional units، يعني هي اول او اصغر unit ممكن تقوم بالvital functions. number three, all cells come only from other pre-existing cells او living organisms. يعني معنى كده ان انا هو ربنا خلق الكون في البداية وحط فيه النبتة الاولى من سواء الانيمالز او الهيومن بيينج
فبالتالي خلاص هي دي اتخلقت مرة واحدة في البداية. بعد كده أي cells produced لازم يكون لها pre-existing one، يعني في الوقت الحالي احنا مش هتنشأ عندنا cell من فراغ، لازم تكون جاية من pre-existing living organism. طيب يبقى دي كده الثري بوينتس بتاعت السيل ثيري. ما ننساش ان نمبر 1 اند 2 بيتكلموا في فكره واحده، ان السيل هي البيلدينج يونت وان هي ذا فانكشنال يونت، وحده البناء ووحده الوظيفه. طيب ننقل على المعلومه اللي بعدها، بنقول دايفرستي ان سيلز. يا ترى السيلز كلمه دايفرستي معناها ايه؟ التنوع او الاختلاف. هل all cells are similar to each other؟ هل كل الخلايا اللي احنا نعرفها شبه بعض؟ أكيد لأ. يعني لما يكون كائن multi cellular زي الإنسان، هل كل السيلز اللي موجودة في جسمك من نفس الشكل، من نفس الحجم، من نفس التركيب والوظيفة؟ أكيد لأ. يبقى في diversity in cells هتختلف في إيه؟ هتختلف في الshape، الشكل بتاعها، هتختلف في السايز، وهتختلف في structure، التركيب الداخلي بتاعها. طيب الام من هنا ايه؟ ليه ربنا خلق فيه تنوع في السيلز؟ الغرض من هنا هو to do different functions. كل سيل منهم هتكون لها structure خاص بالوظيفة اللي هي بتقوم بها، يعني ده نوع من انواع الادابتيشن between structure and function. كل الاختلاف ده علشان to do different functions. طيب هناخد على سبيل المثال الأشكال المختلفة من السيلز، مثلا بكتيريا. هل البكتيريا زي النيرف سيل؟ هل النيرف سيل زي المسكولر سيل؟ أكيد دول 3 different types of cells. هناخد اكزامبل كمان، بنقول مثلا لو بنتكلم على السايز، هنقول ان the biggest cell، أكبر cell موجودة، هي ال unfertilized ostrich cell. unfertilized يعني ايه؟ اللي هي يعني it's not fertilized by a male cell. يعني هنا الأسترتش سيل هنا المقصود بها الأج أو البيضة بتاعة النعامة. بيضة النعامة دي اللي هي unfertilized، اللي هي ما حصلش فيها fusion ما بين male and female gamete، دي أصغر سيل، قصدي أكبر سيل موجودة. يعني احنا ممكن نشوفها by the naked eye، نشوفها بالعين المجردة، دي البيجست سيل. طيب ده تاينيست سيل، اصغر سيل ممكن تبقى موجوده واللي ما تقدرش تشوفها باي ناكد اي ومحتاج استخدام الميكروسكوب، هي البكتيريا. طيب ده لونجست سيل، اطول سيل موجوده، اللي هي النيرف سيل. احنا عندنا خلايا عصبيه ممكن تبقى ماسكه من اول اللي هو الفيرتبرال كولوم توصل لحد التوز اوف يور ليج، توصل لحد صوابع الرجلين تحت. فطبعا دي سيل فيري لونج، يبقى ذا لونجست سيل هي النيرف سيل. طيب عندنا كمان الماسكولر سيل، لها ابيليتي خاصه بيها خالص مش موجوده في اي سيلز تانية. زي مين؟ زي ان الابيليتي بتاعتها اللي هي تو كونتراكت اند ريلاكس، عندها الابيليتي تو كونتراكت اند ريلاكس. ليه ربنا مديها الابيليتي دي؟ علشان تو كوز موشن، يعني عمليه الكونتراكشن اند ريلاكسيشن دي هي اللي هتخليها تؤدي الى الموشن او الموفمنت اوف ذا ليفنج اورجانيزم. يبقى ده كده احنا شفنا شكل الدايفرستي ان سيلز والاكزامبلز المختلفه عليها. ننقل على بوينت تانية اللي هي السايز اوف ذا سيل. احنا قلنا ان هي فيري تايني، فيري سمول ان سايز، ما بنقدرش نشوفها باي ذا ناكد اي. طيب السايز اللي انا هتكلم عنه هحط له يونت ايه؟ يعني مثلا انت بتتكلم على اللينث، بتقول 1 سنتيمتر. لما تيجي تتكلم عن السايز اوف ذا سيل هتحط اليونت ايه؟ اليونت يوزد هنا تو ميجر السيلز بيكون المايكرون. المايكرون ده عباره عن 1 اوفر 1000 من المليمتر. متخيلين ان حجمها صغير قد ايه؟ 1 من الالف من المليمتر. فطبعا it can't be seen by the naked eye. طيب الديامتر، النورمال ديامتر بقى بتاع السيل بيبقى رينج من 5 ل 15 مايكرون، لكن ده النورمال. ممكن يكون في اكسبشن زي ما في حاله مثلا البكتيريا، اللي احنا بنقول ان البكتيريا دي ذا تاينيست، هتبص تلاقيها خرجت بره الرينج، ممكن تبقى 1 مايكرون. وزي في حاله النيرف سيل، النيرف سيل دي احنا بنقول ان هي اللونجست، ممكن الاقيها خرجت بره الرينج، لان دي ممكن توصل لفيو سنتيمترز مثلا النيرف سيل. يبقى أنا هنا النورمال رينج بتاعي اللي هو من 5 ل 15، لكن في exceptions للسايز ده. ننقل على
معلومة تانية، وادي هنا اشكال الشيبس بتاعت السيلز، ديفرنت سيلز. عندك النيرف سيل، وشايف ازاي ان هي لونج سيل، وعندك دي كده ريد بلاد سيل، سواء الكالر بتاعها او الشيب بتاعها بتبقى كونكيف باي فروم ذا تو سايدز. ده شكل الماسكولار سيل، ده هنا شكل الوايت بلاد سيلز، وده شكل جلاند سيل. هنلاقي ان كل واحده منهم لها شيب مختلف وستراكشر مختلف تو دو ديفرنت فانكشنز. طيب ننقل على معلومه تانية، ونقول ان احنا قلنا ان هي السيلز دي فيري سمول، فهنستخدم الميكروسكوبس تو اوبزرف ات. الميكروسكوبس عندك منها تو تايبس. ايه هما التو تايبس دول؟ لايت مايكروسكوب، اللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب. يا ترى ايه الديفرنس ما بين التو تايبس دول؟ اول حاجه هنقول ان الديفرنس هنا في الايديا اوف اوبريشن، فكره التشغيل نفسها. من اسمه لايت مايكروسكوب، وده اللي انت بتشوفه في المعمل العادي اللي موجود في المدرسه عندكم. اللايت مايكروسكوب هنا بيديبندز على السان لايت او على ارتفيشال لايت. بص تلاقي ان في لمبه تحت العدسه علشان توضح لك السامبل او السلايد اللي انت شغال عليها. اما الالكترون مايكروسكوب ده مش موجود منه الا مايكروسكوب واحد في كلية العلوم، في وحدة الميكروسكوبس ده، لأنه ده السايز بتاعه بيبقى قد غرفة كاملة. وده التكنيك أو الايديا اوف اوبريشن بتاعته، إن هو بيستخدم حزمة من الإلكترونز اللي بتبقى فيري هاي سبيد إلكترونز. يبقى ده بيشتغل أو بيكشف، بيعمل اوبزرفيشن عن السيل باستخدام بيم اوف هاي سبيد الكترونز، بيعدي عليها، بيبقى جوه الميكروسكوب في مصدر للالكترونز بيعدي على السلايد بتاعتنا ويكشف لنا الايه الكونتنس بتاعتها. طيب الديفرنس هنا دايما يا جماعه بيجي على شكل كومبير في الامتحان. بالنسبه لللانسز، يبقى انا اول حاجه كان الاختلاف في الايديا اوف اوبريشن، طريقه العمل. الحاجه الثانيه اللانسز، نوعيه العدسات المستخدمه في اللايت مايكروسكوب بتكون جلاس لانسز، عدسات زجاجيه عاديه. اما الالكترون مايكروسكوب العدسات المستخدمه بتاعته بتكون الكتروماجنتيك، يعني ايه كهرومغناطيسيه. ليه؟ لان انا هنا هشتغل على الكترونز هي اللي بتتحرك، فاللانسز هنا لازم تكون من نوع خاص بالالكترونز. طيب قدرة التكبير magnification power، هلاقي ان اللايت مايكروسكوب magnification power بتاعته بتكون محدودة، لانها باستخدام glass lenses بتكون حوالي بتكبر السلايد بتاعتنا 1500 مرة عن الريل سايز او الحجم الطبيعي بتاعها. اما الالكترون مايكروسكوب بيكون له magnification power عالية جدا، ممكن توصل انه يكبر السامبل بتاعتنا او العينة مليون مرة الحجم الطبيعي بتاعها. التايبس بتاعتنا بالنسبه لللايت مايكروسكوب، هو ما فيش منه انواع، هو لايت مايكروسكوب واحد. اما الالكترون مايكروسكوب بيبقى فيه منه تو تايبس، واحد بسميه سكانينج والتاني اسمه ترانسميشن. الديفرنس ما بين السكانينج والترانسميشن في الابيليتي او الماجنيفيكيشن باور بتاعتهم. السكانينج مايكروسكوب ده جاست ان هو بيبين لك السيرفيس بتاع السيل من بره، هل السيرفيس دي سموث ناعمه، السطح بتاعها ناعم، هل هي فيها جروفز مثلا، فيها راف سيرفيس، فيها مثلا روت هيرز. يبقى هنا كده السكانينج ده بيديني فكره عامه عن شكل الخليه من بره، عن السيرفيس بتاعها. ممكن مثلا ايه يعني ان جنرال بيديني، هو لو انت رحت لو اتنظمت لكم رحله مثلا وشفتوا الالكترون مايكروسكوب ده، هم هناك بيوروك شكل الضرس، الاسنان، الضرس بتاعك، بيقول لك ان السيرفيس بتاع التيث ديت ما بتبقاش سموث، بيبقى فيها جروفز. طيب بالنسبه للترانسميشن مايكروسكوب ده عنده قدره انه يدخل جوه السل ويشوف يا ترى ايه اللي موجود جوه السل دي، في نيوكلياس وفي اورجانيلز، يبقى مين فيهم اللي اعلى في الماجنيفيكيشن باور؟ اكيد الترانسميشن، اللي هو عنده الابيليتي تو بينتريت انسايد ذا سيل، ده دخل جوه الخليه وشاف ايه المحتويات بتاعتها. تمام. ننقل على الاوبزرفيشن اوف سبيسمن، يا ترى انت بتشوف العينه هنا في حاله اللايت مايكروسكوب ازاي؟ بتشوفها من خلال اوكيلر لينس. يعني ايه اوكيلر لينس؟ يعني عدسه بصريه اللي هي اللي بتحط عينك عندها وبتبص. اما في حاله الالكترون مايكروسكوب انت مش الصوره بتاعت الخليه اللي انت بتعملها اوبزرفيشن دي بتظهر لك على سكرين،
سكرين من نوع ايه؟ سنسيتيف فلوريسنت سكرين، زي السكرين بتاعه الكمبيوتر بتاعك دي، بيظهر عليها شكل الايه السامبل اللي انت بتعملها اوبزرفيشن. طيب بناء على القدره بتاعت كل مايكروسكوب، اللايت والالكترون مايكروسكوب، هنبدا نقول اليوزز. يا ترى هستخدم اللايت مايكروسكوب بقدرته المحدوده على التكبير في ايه؟ بيحدد لي المايكرو اورجانيزم، ماجنيفاينج مايكرو اورجانيزمز، اقدر اشوف اقول مثلا دي بكتيريا، دي فيروس، دي بلانت سيل، دي انيمال سيل، يعني جاست ان انا بعرف نوعها لكن بقدرش اعرف المحتوى اللي جواها ايه. برضو ممكن يشوف النون ليفينج ثينجز زي الداست بارتيكلز مثلا، يشوف الاتربة مثلا، يقدر يشوف حباية التراب اللي انت مش شايفها بعينك دي، هو يطلعها ويشوف شكلها ايه. يبقى انا كده ده عشان هو قدرته على التكبير محدودة. لما نيجي نتكلم على الالكترون مايكروسكوب بالهاي ماجنيفيكيشن باور، هلاقي ان هو بيدخلني يعمل لي كلاريفيكيشن للسيلولر كومبوننتس، هيوريني ايه اللي موجود جوه السل من جوه، اشكال الاورجانيلز اللي جوه السل. تمام. طيب بعد كده بنقول، يبقى احنا هنا بنعيد تاني ان الالكترون مايكروسكوب بيبقى تو تايبس اللي هم سكانينج وترانسميشن. السكانينج هيوريني السل سيرفيس بس، اما الترانسميشن هيعمل ستادينج للانترنال ستراكشر اللي جوه السل نتيجه الهاير ماجنيفيكيشن باور بتاعته. طيب بعد كده بنقول methods of obtaining the most clear image by using light microscope. يا ترى ايه افضل الوسائل ان انت تشوف السامبل بتاعتك واضحة باستخدام اللايت مايكروسكوب؟ يعني انت داخل المعمل دلوقتي وعايز تشوف السامبل بتاعتك تحت الميكروسكوب بصورة واضحة. بيقولك في طريقتين توضح بيها السامبل اللي انت واخدها او السلايد اللي انت واخدها، يا اما باستخدام الصبغات dyes or stains. عشان تعمل ايه؟ بتعمل كالرينج لبعض البارتس اللي موجوده في العينه دي، في بعض الاجزاء بتقبل الصبغه فبيبقى لونها مختلف عن بقيه الخليه. يعني مثلا فور اكزامبل جوه هنا النيوكليس، لما بعمل صبغه بلاقي ان الكروموسومز اللي جوه النيوكليس هي اللي بتتصبغ، فتظهر لي وجود الكروموسومز او ان في اورجانيلز جوه النيوكليس. يبقى هنا استخدام الصبغه الدايز اور ستينز تو كلر سيرتن بارتس اوف ذا سبيسيمن عشان تو بي مور كلير. طب لكن ايه الديزادفانتج بتاع ان انا اصبغ العينه بتاعتي؟ الديزادفانتج ان الصبغه دي هتقتل الخليه الحيه. لو انا عايزه بقى اشوف بروسيس معينه بتحصل، لا، باستخدام الصبغه انا وقفت كل البروسيس لانها هتتسبب في كيلينج للايه للليفنج سبيسيمن دي. طيب النظريه الثانيه بتقول ان انا تشينجينج ذا ليفل اوف لايتنج، ان انت تغير من الاضاءه بتاعه بتاع ده العينه، يعني تعلي الاضاءه عليها، تقلل الاضاءه بحيث ان انت تشوف الديفرنت بارتس اوف ذا سبيسيمن. طيب ننقل على فكره تانية. بنقول هنا هنتكلم عن بقى في تشابتر 2 السيل الترا ستراكشر. قبل ما ابدا في السيل الترا ستراكشر هرجع معاكم بسرعه، تقولوا لي عشان اشوف اولا هي كلمه الترا ستراكشر يعني ايه، يعني التركيب اللي داخل الخليه inside the cell. عشان اعمل observation للالترا ستراكشر اوف ذا سيل يبقى معنى كده هستخدم انهي تايب من المايكروسكوبس؟ اللي عنده الماجنيفيكيشن باور عاليه اللي هو الالكترون مايكروسكوب. طب انهي واحد في الالكترون مايكروسكوبس اللي هيستخدم؟ هستخدم اللي يقدر يدخل جوه السيل ويوريني الكومبوننتس، اللي هو مين؟ هل السكاننج ولا الترانسميشن؟ لا طبعا هستخدم الترانسميشن عشان هو ده اللي بيقدر يعمل بينتريشن ويوريني داخل السيل في ايه. طيب نبدأ بأول معلومة، بنقول the cell whether plant or animal، أي cell سواء plant أو animal هتكون لازم فيها الـ three structures دول. إيه هما الـ three structures دول؟ nucleus، cytoplasm and cell membrane. الـ nucleus والـ cytoplasm الاتنين دول مع بعض بيطلق عليهم كلمة protoplasmic system. يبقى كلمة protoplasm معناها إيه؟ معناها nucleus والـ cytoplasm. يبقى اي سل سواء انيمال او بلانت لازم يكون فيها مين ستراكشرز موجودين فيهم هما الاثنين. ايه هما؟ نيوكليس، سيتوبلازم اند سيل ميمبرين. نبدا باول حاجه بس هي النيوكليس اللي هناخدها النهارده. هنقول ذا موست امبورتنت كومبوننت انسايد ذا سيل هي مين؟ هي النيوكليس. اهم واكتر واحده لما تخش حتى باللايت مايكروسكوب هتشوفها هي النيوكليس. طيب نبدا نشوف تركيب النيوكليس ده عامل ازاي.
اول حاجه انا بص انا هشرح هنا اهي الرسمه اهي. بنقول هنا ادي دي كده، دي كده السل، دي السل على بعضها تحت الميكروسكوب. هتبص تلاقي النيوكليس اهي، النيوكليس اهي السنترال كور موجوده جوه. انا هاخد السنترال كور دي واكبرها واشوفها هنا بالالكترون مايكروسكوب. خلاص يبقى دي كده اللي على الناحيه دي كده هي دي النيوكليس اللي انا سحبتها من جوه السل عشان هشرح عليها الكلام. تعال نشوف بقى ايه الكونتنتس بتاعت السل. اول حاجه زي ما انت شايف كده ان في ممبرين او غشاء بيحاوط بيعمل ايه سراوندنج للنيوكليس. شكله ايه الممبرين ده؟ ده دبل ممبرين. يعني ايه دبل ممبرين؟ يعني مزدوج، يعني فيه انر واوتر. ادي اهو الاوتر وادي الانر، ده غشاء مزدوج دبل ممبرين. طيب هنلاحظ ان الدبل ممبرين ده بيحتوي على فتحات بورز اهي، في فتحات هنا البورز دي اهي نيوكليير بور فتحة. الفتحات دي ليه؟ علشان تخلي النيوكليس ان كونتاكت مع الاوتسايد اللي هو السيتوبلازم. النيوكليس اهي اهي في الرسمه اللي على اليمين اهي النيوكليس لازم تبقى ان كونتاكت مع السيتوبلازم اللي بره. فمين اللي بيساعدنا على الكونتاكت ده؟ وجود البورز او الفتحات دي. يبقى النيوكليير بور هتساعد على ان يبقى في كونتاكت ما بين الان اند اوت اوف ذا نيوكليس. طيب ده كان اول كومبوننت اللي هو النيوكليير ميمبرين. قلنا ان هو دبل ميمبرين وظيفته ان هو يعمل سراوندنج وبروتكشن للنيوكليس بمحتوياتها، يحاوط عليها ويفصلها عن السيتوبلازم ويبقى بروتكشن ليها. الحاجه الثانيه ان فيها بورز، البورز دي بتساعد على الكونكشن ما بين الان والاوت اوف ذا نيوكليس. طيب الحاجه الثانيه شايفين الشبكه اللي جوه دي عباره عن خيوط كتير كده، الخيوط الكتير دي بسميها كروماتين ريتيكولم، شبكه من الكروماتين. طب ايه هو الكروماتين ده يا جماعه؟ ده عباره عن نوع من انواع البروتينز، ده وظيفته مهمه جدا جدا. الكروماتين ده هو اللي قبل السل ما تعمل ديفيجن بيكون حاجه مهمه جدا اسمها كروموسومز، كروموسومز. تاني معلش عشان المكان ما قضاش الكتابه، كرومو سومز. طيب ايه بقى الكروموسومز؟ الكروماتين ده هو اللي بيكون الكروموسومز. اللي هي ايه الكروموسومز دي؟ دي اللي عليها الجينيتك انفورميشن كلها، دي اللي عليها المعلومات الوراثيه كامله. يبقى معنى كده ان الكروماتين ده اللي بيتغير شكله ويبقى راد شيبد ستراكشرز، اللي بياخد شكل العصيان دي قبل السيل ديفيجن بيحصل له كوندنسيشن، الشبكه دي بتتحول لاشكال كده كوندنسد او مركزه على شكل خيوط اسمها الكروموسومز. دي بيبقى عليها كل المعلومات الوراثيه الجينيتك انفورميشن. والكروماتين ده النيتشر بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين. ننقل على اخر حاجه جوه النيوكليوس اللي هي الجزء اللي هو اللي انتم شايفينه ده، ده اسمه نيوكليولس، مصغر نيوكليوس هو النيوكليولس. طب ايه النيوكليولس ده؟ النيوكليولس ده مهم جدا جدا، بيلعب دور مهم جدا جوه السل لانه مسؤول عن حاجه، بيصنع حاجه اسمها رايبوسومز. بيصنع حاجه اسمها ايه؟ رايبوسومز. يعني النيوكليولس ده هو المصنع بتاع الرايبوسومز. الرايبوسومز دي مهمه، دي مهمه جدا جدا. ليه؟ لان الرايبوسومز دي هي اللي بعد كده بتكون، بتبقى هي المصنع بتاع البروتينز. يعني اي بروتينز هتتصنع جوه السل هيكون مصدرها مين؟ مصدرها الرايبوسومز اللي صنعت في النيوكليولس. تاني يبقى النيوكليولس ده وظيفته ايه؟ هو المصنع اللي بيكون لي الرايبوسومز. طيب الرايبوسومز دي بتعمل ايه؟ دي المسؤوله عن البرودكشن بتاع البروتينز. يعني انا مش هيبقى عندي اي بروتينز جوه السل الا لو كانت الرايبوسومز اتكونت، والرايبوسومز دي بتتكون فين؟ جوه النيوكليولس. تمام؟ خلي بالكم البروتينز دي بتساعد على الجراس بتاع السل، بتساعد على الريجنريشن بتاعت الدمجد اورجانلز، بتكون لنا الانزيمز، بتكون لنا الهرمونز. فالبروتينز دي هي اصل الحياه. فبالتالي لما تكون البروتينز دي مش هتتصنع الا بتصنيع الريبوسومز، يبقى الريبوسومز دي فيري امبورتنت. مين اللي بيصنعها؟ النيوكليولس. كده احنا خلصنا ما يخص النيوكليوس بكل الكونتنتس بتاعتها. هم 3 كونتنتس بالظبط اللي هم ايه؟ نعيدهم تاني بسرعه، النيوكليير انفلوب او النيوكليير ممبرين، نمبر 2 الكروماتين ريتيكولم، نمبر 3 النيوكليولس. خلاص؟ Thank you for your attention. See you next time. Goodbye.